ألف مبروك. شوط تاني ونوع من الهدوء صح كان موجود في لعيب النادي الأهلي لامتصاص حماس الاتحاد وليس أكثر. وبعدين أنت لما يكون عندك فرقة بتعرف تهاجم وبتعرف تروح على الجون وبتعرف يكون عندها الروح دي، ما بتبتديش بيهم ليه كده؟ إيه حرصك على كل مباراة مش الأهلي بس، إنك أنت تلعب بالأسلوب ده، إنك أنت يبقى عندك الكانتر أتاك هو سلاحك، بما ان انت عندك بواتينج وعندك مابولولو وعندك فان ديرك وعندك عمرو صلاح وشريف رضا واحمد عادل ميسي وناصر ناصر، عندك فرقه تانية قاعده بره استخدامها لازم يكون خلاص بقى لعب اللعب بتاع الدفاع السبعه اللي ورا ده، اللعب ده انتهى بقى خلاص يا ابو كباتن، اللعب ده خلص، اللعب ده انتهى، هنفضل نلعب عشان ندور هناخد نقطه وافضل طول الدوري كده، وبعدين تقول لي انا عايز العب في ما في حسابات عشان تلعب في المربع الذهبي، لازم بالك عندك انياب، لازم يكون عندك اشياء من الهجوم اللي احنا شفناها شويه في الشوط الثاني. المهم يعني انا بس عايز افسر بس هو خلي بالك انا عايز افسر بس نقطه ان الاهلي ما كانش متخاذل ولا حاجه، الاهلي كان بيلعب بهدوء عايز يمتص هذا الحماس. نجحت انت انك انت في عرضيه من الضغط بتاعك وكانك تجيب جول 10 على 10. بنتمنى لك في كل المباريات القادمه كفريق الاتحاد انك تلعب كده مع كل المباريات، هتبقى شكلك شكل تاني خالص يواكب حماس جماهيرك كمان اللي بتيجي معاك في كل حته. نهينا عن نادي الاتحاد، نتكلم عننا احنا وعن الاستفاده غير الثلاث نقاط. استفاده عندك من وجوه جديده برضو النهارده جت علينا. جت علينا كريم فؤاد يمكن خد عيني شويه ودخوله جوه ال 18 وكان ممكن يعمل هدف سهل جدا. كهربا واداء الفترة اللي لعب فيها شايف وحضور وبالكعب بيعمل اسيستات وما بيطمعش وعنده عنده تقل كده في المنطقه ووحشه ان هو يلعب بيتوفق وبيجيله ضربات جزاء وبيحرزها الحقيقه. ده من اللعيبه برضو. اتفرجت على كريستو، طبعا كريستو بعيد يا جماعه عن الحكايه وعايز يعمل اي حاجه، ولكن هو واكرم لو ريحوا الدنيا انت مش هتتعور يا اكرم، مش هتاخد واحده في رجلك كده ما الكره لما تلمسها روح عاملها الواحد وخلاص في المباراه اللي جايه. يا اكرم احنا محتاجين كل لعيب في الفرقه. الفكر الفني كمان انت احنا بنعرض الحاجات اللي احنا شفناها والتغييرات والراحه وانك تطلع محمد عبد المنعم وانك النهارده تطلع بره الفرقه خالص علي معلول، امتياز ساحق للراجل اللي هو عمر كمال عبد الواحد وحاله بدنيه هايله. عوده ثقه كبيره للمؤدي رضا سليم والجول اللي جابه، واتكلمنا عن الجول انه جول عالمي وحاجات كده. فعندك النهارده ناس داست، كان ناقص لنا قفشه وكريم نزبت برده كان من حقه النهارده يكون ليه شويه في الحكايه. الماتش اللي فات كان كويس ما كانش بعيد، لا بس كان متواجد، كان متواجد وراح على ال 18 يعني كل يوم بتلعب انت، كل ما انت تعرف رجلك بتدوس رجلك بتاخد على البتاع بتطلع امكانياتك بتروح في كل حاجه. فمبروك النهارده وعقبال المباراه اللي انا كنت عايزها تتاجل بلديه المحله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، وعقبال الفرحه الكبيره باذن الله يا رب ان شاء الله.